بسم الله الرحمن الرحيم. ما زلنا بنستكمل سلسلة محاضرات البيولوجيا الجزيئية، والنهاردة من المحاضرات اللي هي تعتبر ادفانسد شوية متقدمة، لأن هي بتتكلم على الـ DNA sequencing أو ما يسمى بفك الشفرة الوراثية. الـ DNA sequencing ببساطة هو قراءة الشفرة الوراثية أو كتاب الحياة، Reading the blueprint of life. طيب الديفينيشن العلمي هو تحديد عدد وتسلسل النيكلوتايدز داخل دي ان ايه معين. يبقى لو قدرت تفك الشفرة الوراثية بتاعت الدي ان ايه بمعرفة عدد النيكلوتايد وترتيبها، اقصد بكلمة ترتيبها زي ما تشوفين في الصورة في الاخر اللي هي الاي تي سي جي وهكذا. طبعا الـ DNA sequencing بيمثل بيونت من البيز بير اللي هي الوحدة الرئيسية اللي تعتبر عبارة عن نوكلوتايد واحدة، إلى كيلو بيز بير 1000 نوكلوتايد، أو ميجا بيز بير 1000000 نوكلوتايد. ممكن أستخدم الـ DNA sequencing عشان أعمل أفك شفرة جزء من الجين أو جين كامل او كروموسوم كامل او الانتاير جينوم لاي اورجانيزم. معلش هنعمل جامب عشان نعرف اهمية الموضوع اللي احنا بنتكلم فيه. هنتكلم على الابليكيشنز اوف دي ان اي سيكونسينج. يوجد العديد من الابليكيشن. اول حاجة الايفوليوشنالي بيولوجي، ان انت ساعات بتضطر تفك الشفرة الوراثية بتاعت جينات او جينوم عشان تعرف الاورجانيزم ده الايفوليوشن بتاعه والاجداد او هو جاي من انهي شجره وراثيه. حاجات المهمه جدا اللي هي الميديكال ابلكيشنز في الطب، ودي ليها استخدامات كتيره، دايجنوزز اوف جينيتك ديس اوردر، معرفه التيومورجينيك ميوتيشنز الطفرات المسؤوله عن الامراض السرطانيه، بيستخدم فورد ايدنتيفيكيشن اوف مايكروبيال انفكشن سواء كان من الفيروس، طبعا في بكتيريا برضه بتستخدم، تريتمنت العلاج بالجينات ان انت بتعالج خلل في جين معين بنوكلوتايد كوركت نوكلوتايد، وابيديميولوجيكال ستاديز اللي انت تتابع تطور الامراض من خلال معرفة الجينات بتاعتها. ايضا في جزء ريسيرش خاص بالبروتيوميك اللي هي البروتين اناليسيس. طبعا احنا قلنا في الترانسكريبشن ترانسليشن في حاجة اسمها كودين بتبقى على الميسنجر ار ان ايه، فبالتالي من خلال تتبع الشفرة الوراثية بتاع الدي ان ايه تقدر تتوقع الاستراكشر والفانكشن بتاع البروتين، وده اللي بيخلي العلماء لما بيلاقوا اي نوكلوتايد ممكن ملهاش فانكشن ممكن يعملوا سبيكوليشن للفانكشن بتاعتها. اخيرا استخدامه في الزراعه وفي الفود سيفتي عن طريق طبعا استخدامها في عمليه الكروب فيريانت موديفيكيشن، تغيير في المحاصيل لانتاج افضل او ان هي تكون مقاومه لدرجه حراره معينه او ملوحه معينه، وايضا اكزامينيشن اوف فود لجينيتيكالي موديفايد كومبوننت، ودي قلناها قبل كده في المحاضرات السابقة. هنتكلم على تاريخ الـ DNA sequencing. لو انتوا فاكرين في الـ structure of DNA قلنا ان في عالمة اسمها روزاليند فرانكلين اللي هي اول واحدة خدت صورة او الصورة الحقيقية للـ double stranded DNA، لكن هي ماتت قبل جائزة نوبل ما تمنح لواتسون وكريك. دخل نيورس ويلكنز ده اللي هو كان زميل ليها. يبقى سنة 1953 تم تحديد شكل تصور للدبل هيليكس دي ان ايه. 1977 هنعمل جامب شوية، كان اول طريقة استخدم لفك الشفرة الوراثية عن طريق سانجر، فسميناها سانجر ميثودز او سميت سانجر ميثودز. بعد كده سنة 1956
وتسعين. سانجر دي كان الفيرست جينيريشن. بعد كده 1996 دخل السكند جينيريشن سيكونس او ما يسمى بالبايرو سيكونسر او سيكونسينج، ودي فيها اجهزه كتيره وموديلز كتير زي ما انتم شايفين 2005 2006 2011. واخيرا الثيرد جين او الثيرد جينيريشن سيكونسينج ده بدا من 2008 2009، وحاليا في حاليا ما يسمى بالنانو بور تبع اكسفورد، وده احدث حاجه بيسموه ميني ايون او نانو بور سيكونسينج. الصورة دي برضو بتوضح تطور عملية السيكونس والطرق واهم المشاريع اللي اتعملت. يعني احنا قلنا سانجر ميثود اكتشفت سنة 1977. سنة 1981 كان الهيومن ميتوكوندريا جينوم سيكونس اول مرة يتم فك شفرة للميتوكوندريا بتاعت الهيومن. بدأ الهيومن جينوم بروجيكت سنة 1990، في لكن تم الانتهاء منه 2001، اخذ حوالي 10-11 سنة. لكن في خلال الفترة دي تم 1995 عمل اول كومبليت سيل جينوم. ابتدى سنة 2005 ننقل للسكند جينيريشن سيكونسينج، وكان في بعض المشاريع اللي تمت طبعا تحت الاجهزه اللي بتستخدم في السكند جينيريشن تبع الاي بي اي سيستم. في طبعا الهيومن مايكروبيوم بروجكت ده بدا 2008. 2011 ابتدى يظهر الثيرد جينيريشن سيكونسينج وده الجهاز بتاعه. واخيرا سنه 2014 ظهر احدث حاجه ما يسمى بالنانو سبيس سيكونسينج، وفي بدا من 2019 ما يسمى بالثيرد ستيج هيومن مايكروبيوم بروجكت. طيب ايه اهم الطرق الدي ان اي سيكونسينج ميثود؟ طبعا السانجر ميثود او ما تسمى بالتشين ترمينيشن ميثود فريد سانجر 1977. بعد كده ظهرت حاجه ما يسمى بالشوت جان سيكونسينج ميثود، بيعتبروا اللي فات ده فريست جينيريشن. بعد كده ظهر ما يسمى بالنكست جينيريشن سيكونس او الان سي ان جي اس، ودي فيها سكند جينيريشنز والثيرد جينيريشنز زي ما احنا قلنا في الصور اللي فاتت. سانجر ميثود كانت بتعتمد على ما يسمى بالتشين ترمينيشن ميثود، ان هو يحط بعض الدايز اللي هي بتمسك في النوكلوتايد ويعمل لها امبليفيكيشن، يعمل ديناتوريشن بطرق معينه للدي ان ايه، وبعد كده امبليفيكيشن زي البي سي ار بالظبط، وبعد كده يدخلها على الجيل الكتروفريزز لكن بول اكرامايت، وبعد كده على طريق ليزر سكان يقدر بالتفاعل مع الدايز يطلع الشكل اللي انتوا شايفينه ده اللي على الشمال. هنا بيقول لك النوكلوتايد في البولي اكرومايد جيل او اجلوز جيل الكتروفيزيس سيباريشن، وكل حرف من النوكلوتايد او البيورين البيزز يعني توجينال بيز بتاخد لون، الايه بتاخد اللون شايفين هنا الاخضر في الصوره اللي على الشمال، والتي الاحمر والجي ازرق والسي بينك حسب نوع الدايز وحسب نوع الجهاز والسوفت وير. في الاخر بيطلع كذا فورم من ضمنها البي دي اف فورمات دوت، يبقى في الكيرفز اللي انت شايفها وفوقيها النوكلوتايد، وممكن يتحول البي دي اف ده لتكست ويديهولك بقى سي اي سي سي جي سي اي كده كلمات بدون الكيرفز. لكن ظهرت العديد من العيوب الخاصة بالسانجر سيكونسينج ميثود، اهمها هي بتبقى فقط بتطلع لك من 500-750 بيز بير، طبعا ده كمية صغيرة في الرياكشن الواحد. لو انت عندك الهيومن جينوم مثلا 3 بليونز اكسبنسيف تيك هوايل، بياخد وقت كبير طبعا.
بعد كده ظهر ما يسمى بالشوت جان سيكونسنج ميثود، ودي بتعتمد ان انت بتكسر الدي ان ايه الى فراجمنت، وبعدين تدخلها في فيكتور تعملها كلونينج، وعن طريق برايمر زي ما انتم شايفين بيستخدم في كل سايكل تقدر تعمل امبليفيكيشن، وفي الاخر بتعمل رير كونستراكشن تجمع الفراجمنت وتطلع الهول جينوم. يبقى الشوت جان سيكونسنج ميثود استخدم للهول جينوم، وزي ما انتم شايفين في الصوره تقطيع للدي ان ايه، دخلهم في فيكتور زي بلازميد، تعمل بعد كده باستخدام برايمر تعمل فك شفره الوراثيه الجزء، وبعدين في الاخر تجمع اللايبراري مع بعض وتطلع الهول جينوم. ندخل بقى على الجزء الاحدث وهو النكست جينيريشن سيكونس او ما يسمى بالان جي اس او بايرو سيكونسين. طبعا بيديك نتيجه مور اكوريت ايزلي اوتوميتد، مش محتاج ان انت تعمل ليبرنج للبرايمر زي الشوت جان، ما بتحتاجش الجيل الكتروفريسز. هنا بقدر استخدم النكست جينيريشن سيكونس للهول بكتيريال جينوم، ممكن تعمل فك شفره وراثيه للهول بكتيريال جينوم ان وان ران، ان سنجل ران سيكونس جينوم اوف انديفيدوالز، ميتا جينوميك سيكونس لو انت عندك كذا سبيشيز او كذا دي ان ايه او الجينوم بتاع كذا سبيشيز في انفايرومنتال سامبل، ده بيسمى ميتا جينوم. ممكن من خلال النكست جينيريشن سيكونسنج تطور على السنجل ميوتيشن الريل اللي هي بتبقى مسؤوله عن التيومرز، او في حاله الفايرال انفكشن عايز تعرف الاختلافات بين الفيروسات. في برضو دراسه الار ان اي والسي دي ان اي، ده بيسمى ترانسكريبت اوم. ترانسكريبت اوم جايه من كلمه ترانسكريبشن اللي هو تحويل الدي ان اي لمسنجر ان اي، فبالتالي تقدر من خلاله ترانسكريبت اوم سيكونسنج تقدر تحول المسنجر ار ان اي الى سي دي ان اي او كومبلمنتري دي ان اي. الجرام ده عايز يديلك ايه اهميه السكند جينيريشن او نيكست جينيريشن سيكونس. هنا بيقول لك سنه 1990 لغايه 2003 كان بيستخدموا الهيومن جينوم بروجكت بسانجر تكنيك عشان يفك الشفره الوراثيه بتاع انديفيدوال واحد، كان بيحتاج 2.7 بليون يو اس دولار. لما حصل انتقال بقى للنيكست جينيريشن سيكونس سنة 2008 نفس البروجكت ده اتكلف 1.5 مليون، بعد كده بالوقت ابتدى يقل لغاية لما وصلنا سنة 2015 ان اقدر افك الشفرة الوراثية للهيومن انديفيدوال باقل من 5000 دولار. دي الاجهزة وتطور الاجهزة الخاصة بالنكست جينيريشن سيكونسنج. زي ما انتم شايفين كانت بدأت ب الاي بي، شركة اي بي الامريكية، دي ان اي الانايزر ده كان بيشيل 96 كابيلاري، وكان يقدر يعمل سيكونس في الوان رياكشن 800 بيز بير. بعد كده الايون تولرانت بي جي ام، وده يقدر يعمل لك من 100 ميجا بيز بير لغاية 1 جيجا بيز بير، لكن في الرياكشن الواحد بيعمل لك 400 بيز بير. النوع التاني اللي هو الايون بروتين جهاز دوت يقدر يعمل لك لغاية 10 جيجا بيز بير، لكن في كل رياكشن او في الرياكشن واحد 200 بيز بير. واخيرا لومينا ميسك ده يقدر يعمل لك لغاية 7 جيجا بيز بير، لكن بيعمل 150 بيز بير في 2، يعني حوالي 300 بيز بير في الوان رياكشن. اخر حاجة النهاردة واحدث حاجة في الدي ان اي سيكونسنج هو ما يسمى بالنانو بور سيكونسنج، وده جاي كلمة نانو بور ان فكرته بتعتمد ان انت
ان بتعدي الدي ان ايه من نانو بور لبروتين او اي ماده تانية، فبالتالي تقدر تعمل فلترنج للديفرنت نوكليوتايد تتعرف عليها من خلال البورز ديت. اعتقد شركه اوكسفورد هي اللي يعني اخترعته، وده احدث انواع السيكونسينج حاليا.